أنا كابتن أمير عوض، لاعب منتخب سوريا مصارعة، بطل آسيا، بطل عرب، بطل جمهورية. يعني نحن المفوضية عم تحاول توجهنا بطريقة مباشرة انك انت احسن ما نحن كل يوم نعطيك سمكة، لا نتعلم بنعلمك الصيد. نحن هون عم ندرب العاب قتالية بشكل تقريبا يومي. عندك مندرب المصارعة، مندرب الكيك بوكسينج، مندرب الايكيدو، مندرب كاراتيه، في عندك جمباز. بالنسبة لي يعني كل شيء لي، يعني من هون بديت ومن شاء الله من هون حنطلع لبطولات لكل شيء. فهي الفكرة كانت الوجهة تبعيتي لهونيك هي أوروبا، إني أوصل لهونيك وأعمل لم شمال وأجيب عائلتي وكذا الكلام هذا. بس لقيت حالي ضعيف كثير يعني قدام عائلتي يعني. هلا انا اول شيء من اكثر الناس اللي بتوقف جنبه من اول لحظه، مجرد ما فطرحنا مشروع الرياضه وانا كنت اول الناس اللي معه فيها، وبالذات اذا عمل اولمبيكس انا اول الناس اللي بقول له ايه روح. فنحن هلا مطلوب منا نحن انا كبطل اني اصنع بطل.